دكتور حازم، سلام عليكم. الفيديو الثالث بعد ما شفنا ازاي نزود طالب وازاي نضيف له حساب وازاي نحط النقد بقى النقد بتاع بيمنت وازاي نغيرها والكلام ده كله. طيب لو انا بقى مثلا عايز اديت الاكونت نفسه من هنا، ممكن اديت الاكونت نفسه واغير بدل مثلا ما هو اي اس مثلا هخليه اي 2 وهسيب الديفولت فاليو بتاعتها وسيف، هلاقي البالانس بتاعه بقى 750 لانه دفع 500. عايز بقى ديليت الاكونت كله، فبقى بديلتها من هنا، حذف الحساب كاملا، هقول له يس. يبقى كده الراجل ما دفعش حاجه خالص، الحسابات لسه ما اتسجلتش اي بيانات عنه. ممكن اعمل ايه تاني؟ طيب خلينا نحط تاني اكونت عشان نشوف الريبورت. نعتبر ان هو دفع المبلغ كله، بقى البالانس زيرو. هنخش على المانثلي بيمنت ريبورت، بختار الشهر اللي انا عايز المدفوعات في خلال الشهر الفلاني. هو جايب لي بتاع ديسمبر اهو على الشاشه، ممكن اقول له برنت، هيطلع البرنت اللي اوت بتاعه بالمنظر ده، هوت اسم الطالب والانتري ديت اللي دفع فيه الحساب وهو مسجل في اني ستيج ودافع كام، والمانثلي توتال لو كده في كذا بيان طبعا هيقعد يظهرهم، وفي الاخر هيعمل التوتال تمام. واقول له برنت، انا عامله هنا سيف بي دي اف لان ما عنديش برينتر. فده الريبورت ببساطه. طبعا دي الطلعه الاولانيه، انا عارف ان لسه في حاجات انت كنت طالبها اكتر من كده، ان هو كل ما يحضر المحاضره تتخصم منه من البالانس بتاعه. فدي عايزين بس ايه نتكلم فيها شويه اكتر، يعني عايز الرول نفسه اللي انا استعمله، المحاضرة هتبقى بكام عشان يبدأ لما يتسجل حضوري يتخصم من البيمنت بتاعته والكلام ده كله. فدي نعتبرها بس الطلعة الأولانية. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها، زي ما دليتنا هنا الأكونت، لو أنا دليت الستودنت نفسه، يعني لما دليت الأكونت الستودنت فضل موجود، إنما لو حدليت الستودنت نفسه الأكونت كمان هيحصل له ديليشن. كده أنا دليت الستودنت بالأكونت بتاعته، فدي برضه نقطة مهمة. خلي تذكر اللي هيستعمل السيستم ان هو ممكن اداليت الاكونت الستودنت هيفضل موجود، لو داليت الستودنت هيداليت الاكونتس بتاعته. دي حاجه يعني كده اعتقد ما فيش حاجه اكتر من كده ممكن نقولها. وفي الاخر في لوج اوت وبس كده. هبعت لك اللينكات دي ان شاء الله، هبعت لك الباسورد بتاع اليوزر نيم بتاع الادمن اللي هو اليوزر حازم، هبعت لك الباسورد، ويبقى في بيننا التليفون ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.